مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. وصية إلى والدين، إلى أبوين حليمين كريمين، إلى أب يخاف الله ويتقيه ويعلم أنه مفقول بين يديه وملاقيه، إلى أم تخاف ربها وترعى صغيرها وتكرم بعلها، إلى أم صالحة. وصية إلى الوالدين، إلى القلبين الغافلين النائمين السابرين، إلى من أضاع حقوق الأبناء والبنات وترك لهم الحبل على الغارب في الملهيات والمغريات، إلى من ترك القلوب البريئة في المعاصي والشهوات، أن تعلم أن الله أنعم وتفضل عليك بالولد وتكرم، وكان من أحق الحقوق عليك أن تشكره ولا تكفره، ألا تنساه وأن تذكره، أن تحمد نعمة الله ومنة الله إذ متع عينيك. إن من آكد الحقوق والواجبات وأعظم الأمانات والمسؤوليات التي يحملها الآباء وتحملها الأمهات عن الأبناء والبنات تنشئتهم على حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونشئهم على خوف الله وتقواه، فإن ذلك من أعظم ما تثقل به الموازين. ألا وإن للأولاد على الآباء حقوقا وعلى الأمهات حقوقا، إن للولد عليك حقا عظيما أن تختار أمه، أن تختار له اليد الكريمة الأمينة التي تخاف الله وتتقيه وتعلم علم اليقين أن العبد ملاقيه، وأن تختار الأم لابنها ذلك الأب الكريم، اختاريه دينا، اختاريه عبدا مطيعا، فليتق العبد باريه وليعلم أنه ملاقيه وسائله عن اختياره لزوجه وولده. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير